إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج حمد بن سعيد الحبسي. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئتنا في حلقة اليوم هي هبة بنت خالد بن سالم الفارسي، البالغة من العمر 11 سنة. هبة تلميذة بمدرسة درة الخليج الخاصة بالغبرة، قرأت هذا العام 100 كتاب وتتمنى أن تصبح مهندسة. هلا هبة. أهلين. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت ما شاء الله تحبين القراءة؟ نعم. خبرونا أيضا أنك متفوقة في المدرسة. نعم. ممتازة. إيش المواد التي تحبيها أكثر؟ العربي والرياضيات واللغة الإنجليزية. جميل. شاطرة فين هذه المواد؟ أيوه. جميل. العربي إذا معناها أكيد تحفظ أشعار. نعم. إيش بتسمعيني من الأشعار؟ الشعر عن الأم. عن الأم؟ نعم. تفضل. أوجب الواجبات إكرام أمي، إن أمي أحق بالإكرام، حملتني ثقلا من بعد ثقلي، رضعتني إلى أواني فطامي. ممتاز. بيتين. نعم. جميل. تعرفي من قال هذه الأبيات؟ لا. بس أنت حفظتيهم. نعم. ممتاز. قرأتي هذا العام 100 كتاب؟ صحيح. لأنك مشاركة في مسابقة صح؟ نعم. أي مسابقة؟ أقطار المعرفة. قطار المعرفة. لكن قطار المعرفة أظن 70 كتاب بس. نعم. وأنت ما شاء الله 30 فوق البيعة ولا إيش؟ ممتاز. إيش نوعية الكتب اللي قرأتيها؟ علمية ودينية وقصص وخيالية. وإيش اخترتي لي من الكتب عشان تتكلم عنهم في البرنامج؟ مغامرات خالد وجاسم. من جد وجد. رحلة رسام والألوان. جميل. قصة النبي آدم عليه السلام. عليه السلام. خلينا إذا نبدأ من قصة النبي آدم عليه السلام. هي قصة بدون مؤلف. تتحدث عن سيدنا آدم عندما كان في جنة برخاء، وخلقه الله سبحانه وتعالى كي يكون خليفة على الأرض. فنفخ الله فيه الروح، فطلب من الملائكة وإبليس أن يسجدوا له، فرفض إبليس واستكبر، ومع أنه ويقول أنا مخلوق من النار فلن أسجد لآدم. منذ ذلك اليوم قال له الله سبحانه وتعالى أنت لعين إلى يوم القيامة. فأراد إبليس الانتقام من بشر، فذهب ووسوس لسيدنا آدم وحواء. فقال لهما كلا من شجرة التفاح، فأخذا يأكلان، فعاقبهما الله فأنزلهما من الجنة. فعاد سيدنا آدم يستغفر الله ويتوب إليه. وتاب الله عليه. نعم. ممتاز. اختصرتي لنا صراحة قصة آدم بشكل جميل، يعني في كلمات قليلة. ممتازة. شكرا. ممتازة يا هبة. وأيضا كتاب خالد وجاسم قلتي لي؟ نعم. إيش هذا؟ من خالد ومن جاسم؟ كان خالد لا يحب المذاكرة ولا يحب التنظيم في حياته، وأيضا كان صديقه جاسم مثله تماما.
كان لا يحب الذهاب للمدرسة، كان يحبان لعب كرة القدم. في يوم من الأيام قال خالد لجاسم: ما رأيك أن نذهب مكان لم نذهبه من قبل؟ قال جاسم: أنا أعرف منزلا مهجورا لم يسكنه من أحد من قبل. فلما ذهب إلى المنزل المهجور وجد لصين فخاف فذهب. فقال خالد لجاسم: ما رأيك أن أخبر الشرطة؟ قال: بالطبع سوف نخبر الشرطة. فأخبر الشرطة، فأمسكت الشرطة باللصين وأتى القاضي كي يشكرهما. فقال لخالد وجاسم: لما أنتما لستما في المدرسة؟ أتعلمون لما أصبح هؤلاء الرجلين لصين؟ قال: لا. قال: لأنهما كانا لا يذهبان إلى المدرسة لكي يجتهدوا. إذن وقبضوا على اللصين. نعم. وإيش استفدت من هذه القصة؟ أن أذهب إلى المدرسة ولا أجلس في البيت. فعندما أجلس في البيت فيكون الأمر ممل، يكون الأمر مملا وقد يؤدي إلى مثل ما صار هذين اللصين. ممتاز. وكتاب من جد وجد؟ من جد وجد عن قصة لفتاتين لديهما أب عجوز اسمه العم خلفان. مات أباهما فعطاهما ورثة، فكانت هدى أجد من ندى، فكانت ندى تحاول أن تحصد المزرعة وتوسعها وتجعلها أجمل مزرعة في القرية. أما هدى فكانت تنفق أموالها لحسب رغبتها، لم تكن تحصد مزرعتها بل كانت مهتمة بنفسها. فندمت هدى فأخبرت أختها ندى، فذهبت ندى لأختها وقالت لها: ما رأيك أن تصبح مزرعتنا؟ فقالت: حسنا. فبدأ يزرعان المزرعة. ممتاز ممتاز جميل. إيش الاستفادة من هذه القصة؟ أن أكون مجدة، لأن أن أكون كسولة. الاهتمام بالجد والاجتهاد ونبذ الكسل. ممتازة. خليني بعد أسألك عن كتاب رحلة رسام والألوان، لأنه العنوان شدني. هذا البطل اسمه رسام؟ نعم. من كثرة ذكائه في الفن والرسم سماه رفاقه وأهله برسام، فكان رسام أعطي جائزة أجمل أفضل الرسام، ففرح بهذه الجائزة. فكان ذاهب إلى الغابة فرأى أشجار جميلة وزهور جميلة أيضا، فسمع صوت عجوز تناديه: تعال يا ولدي، تعال يا ولدي. فلم يذهب، فجلس ورسم الطبيعة. وبعد ذلك، بعد ما رسم الطبيعة، ذهب إلى أن يكتشف الصوت، فرأى جذعا مكسور، فدخل داخل الجذع وأصبح في مكان بدون ألوان. فقالت له العجوز: تعال يا ولدي، هذا المكان بدون ألوان، تعال ولونه. لم أستطع أن أحل اللغز. فقال: أنا أستطيع أحل اللغز. كانت معه فراشة ساعدة. جميل. وحل اللغز؟ نعم. ولون المدينة وأصبح الناس يستطيعون العيش فيها. الله، جميل. خبروني بعد أنك تحفظين قرآن. نعم. حافظة كم جزء؟ جزء واحد. جزء عمى؟ نعم. وإيش بتسمعيني من جزء عمى؟ سورة الطارق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جميل يا هبة، جميل. إيش أمنيتك تصبحي لما تكبري؟ مهندسة ديكورات. مهندسة ديكور، ليش؟ أحب الهندسة، أحب أني فنن في البيت. أنت تحبين رسم؟ نعم. ترسمي ولا شيء؟ أرسم. إذن أنت ما خبرتيني قبل ما ندخل في الحلقة عشان أسألك عن الرسم. إيش ترسمين بالضبط؟ أحاول أرسم الطبيعة، أرسم الأشخاص. عشان كذا تتمنين تصبحين مهندسة ديكورات؟ نعم. إن شاء الله أتمنى تحقق لك هذه الأمنية. إن شاء الله. والحكمة اللي بتختاري لي إياها؟ المال ليس كل شيء. المال ليس كل شيء. نعم. هذه حكمتك، إيش معناها؟ لأن يعني لو كان في إنسان مريض ما تستطيع تعالجه بالمال، أو في كان إنسان مهموم ما بتستطيع تعالجه بالمال، والابتسامة لا تحتاج إلى المال.
هي الابتسامة فعلا ما تحتاج إلى المال، لكن المريض إذا كان يعني مريض إذا عشان يودوه المستشفى ما يحتاج إلى المال، يودوه عيادة ولا ما يحتاج؟ في بعضهم يحتاج يعني من قلبه حزين. أنت قصدك أنه الشفاء ما يحتاج إلى ما يعني ممكن واحد يكون عنده فلوس كثيرة لكنه مريض ما قادر يشفي نفسه، لأنه ربنا هو اللي يشفي. صح؟ صح. أنت رائعة يا هبة، وخلينا أسألك سؤال أخير، أنت تشاركي في المدرسة؟ نعم. في الإذاعة؟ أشارك بعض الأحيان. الإذاعة ولا إيش بالضبط؟ الصحافة. في الصحافة. وما تقرين شيء في الإذاعة؟ لا أبدا؟ أبدا. كنت أريد أطلب منك تقرأين دعاء عشان نختم به الحلقة. طبعا بقرأ. عندك دعاء؟ أيوه. ممتازة، إذا تفضل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاللهم اجعل كل صعب سهلا. آمين يا رب. أنت رائعة يا هبة بهذا الدعاء. إذا خلينا نختم الحلقة بهذا الدعاء الرائع منك. هبة بنت خالد بن سالم الفارسي، البالغة من العمر 11 عاما، من مدرسة درة الخليج الخاصة بالغبرة. شكرا جزيلا لك. عفوا. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري وحمد بن سعيد الحبسي. القارئ الصغير، القارئ الصغير.